عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. سؤال يا شيخ، هو حضرتك كنت تكلمش على الشيخ خالد الراشد خالص يعني، وهو ايه، مسجون بقى أكتر من 15 سنة يعني. الله يفرج كربه وكرب كل مسلم. يعني حضرتك ما بتتكلمش عليه خالص. اتكلمه ليه؟ اللهم فرج همه يا رب، اللهم فرج همه يا رب. ماشي يا شيخ، شكرا. الله يسلمك، الله يفرج الله. السلام عليكم.